شوفوا تأكدوا هاي أول صوت. مبروك أخي، إيدي على قلبي ما تسقط. عزمي هاي تاني صوت لبابا عزمي، إن شاء الله بتاخذ صوت كمان وبتنجح يا صلحي. أوه عزمي ولاليش، إن شاء الله ألف ألف مبروك تقبرني، فرحت لك من كل قلبي. إن شاء الله عمال لما بتدخل المجلس يا صلحي. ولا آخر صوت مين يا ترى؟ على أونا؟ خلصنا؟ على دوي؟ عطري عزم. وهيك بيكون نتيجة الانتخابات 100% لصالح بابا عزمي. ولاليش لكان 100% مو 99، تقبر قلبي والله ما لي عاطي فرحتي لحدا. وانا بهالمناسبة هاي وبفوز ابن حمائي راح اجيب لكم اكلة حلو، اعطوني التليفون لشوف. لحظة ابو حمدي، قبل التليفون بدي احكي كلمة مع اولادي. الله يرضى عليكم يا أولادي. فرح طير حمام بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي. مبروك 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 بعيدك يا عزمي. ولا لا 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 فرحتي يا اخي فرحتي.
شباب ساعدوني لوقف. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حين الضرع. أول شيء لازم أشكر أولادي على هالثقة اللي منحوني إياها، وهذا مو غريب عنهم. شكرا. وتاني شيء كنت بيني وبين حالي خايف مفوز، بس هلا حسيت من جواتي إن أولادي ما رح يتخلوا عني. مو معقول يخطر ببالهم إنه واحد منهم يستلم البيت بدالي، لأنه الشغلة بتغر. بس أولادي أكدوا لي إنهم بيحبوني وهن عم يجددوا لي الثقة. مو هيك بحكوا بالانتخابات يا صبحي؟ إيه تماما هيك بحكوا. ولهيك أنا ما كنت غلطان بقصة الانتخابات. وهالكلام إلك يا أختي وإلك يا جوز أختي. شفتوا بعينكم؟ يعني أنا ما كنت غلطان. لا ما كنت غلطان يا أبو صلحي، ما كنت غلطان حاشاك، بس اختصر لي الاحتفال شوي مشان أجيب لك التحلاية. إلك أنا أخي أولادك هدول تربايتك. يلا أخي أبو حمدي بطنه زقزقت وإجا على باله الحلو، وما بيهدأ إذا ما جاب حلو. لا تفكروا مشانكم رح يجيبه، بس لقاها فرصة مشان يحرك حنكه. أنا جوزي وبعرفه، إذا ما كان في شي بيتمه وعم يعلكه أبي مراضي حصرتي. تبرني أبو حمدي لا تأخذني عم بمزح معك. يلا أبو حمدي تشكل آتي وقدك قد الحبلاتي، وأبو حمدي تشكل آتي قدك قد الحبلاتي، يا أبو حمدي يا أبو حمدي لتعبر قلبي. يلا يا ابو فتحي بيولي. بسم الله بسم الله. لك عمالكم عليه. لا تخاف بابا، يلا اصبح خير. انت بخير. صباح الخير. انت بخير. وين الولاد أخي؟ راحوا يناموا. عذبناك يا أختي. لا تقبرني عذابك راحة. هدول إيمون لما بدك تأكل منهم شيء. لا لا لا، إيمون إيمون كفاها الله. طيب على عيني. على مهلك على الصحن شباب. كأني فيت شوي. ما هي يا حمدي إيه لك غفلان أكثر من ساعة. قال كأنه غفل شوي. قال حاسس بحالي، السكر يعني معي والكوليسترول كمان عندي. مو انت خفيت بايديك ورجليك على البصمه وتحليت بالمدلوقه؟ الله يلعن الشيطان يا صاري. انا صايره نفسي دنيا كثير على الاكل وعم بقدر بمسك حالي يا صاري. شو هالعاده؟ صار لي سنين وايام بقول بدي بطلها وما عم بقدر يا صاري. شو بدي ساوي؟ رح تبطلها ابو حمدي، رح تبطلها. يلا قوم حبيبي تاخرنا. لك يا حبيبي غدا وتغديت وشاي وشربت وطاولة لعبت وتفرجت على الانتخابات وتحليت، شو بقى لازمك؟ بدي نام. بدي نام يا حمدي. قوم تقبرني، قوم لوصلك على تختك قبل ما اروح. لا لا اختي تركيني، بدي اتسلى شوي على التلفزيون بعدين انا بروح حالي. طيب مو صعبة عليه؟ لا لا اختي خليني اتعود. يبعت لي حمى. هلا لو كنت جوزتك ما كنت اطمئنيت عليك. يلا بكره بنحكي. اللي شو جيب لكم معي خضره بكره؟ لا لا تجيبي شيء. بكره الصبح اللي بلزمنا بنخبر ابو مازن يبعث لنا. اي طيب. اللي كان بدي اقول لك شغله قبل ما اروح، انا صحوني اللي بالمجله ما جليت ولا صحن لانه المي مقطوعه، بكره بجيهم. يا لطيف. لو عمتي غاسلته البارحه بالليل ما كانت عذبتني كل هالعذاب. سيك ربحي شوفوا لساته دبي. اوه دبي كتير. عيد عليه عيد عليه. غريبة عمتي، ملا بالعادة تترك صحون بدون جلي. كانت المي مقطوعة، كم مرة بعد لكم اياها؟ لك ردوا شباك الان بابا.
شباب عمتكم انا رح تيجي بكير ولهلا ما اجيت. عم بدق على البيت ما حدا عم يرد. ليكون معطل بس رنته عاديه. دق له لعمه ابو حمدي بابا. دق له على شغل. دقيت له طلع لي الصانع قال لي لهلا لسه ما اجى. غريب ليكون صاير له شيء. لا سمح الله بابا لا سمح الله. ليك شلون هذا ما عاد في دواء. لك شو صار بالشاي؟ لك ليكني عم لقمه. يا صبحه هاتي الصينيه بم 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 صبي الشاي ليكي وليا. وفق بهجت لك هلا وقت بعيره انت الثاني. الو لك اهلين ابو حمدي هلا كنا شيرتكم. لك وينكم يا اخي؟ وين اختي؟ شو؟ يا لطيف لا تقول ابو حمدي وهلا وينها؟ بس ما تكون الاصابه خطره. طيب انا جاي. رجلك؟ ايه صحيح ابو حمدي نسيت رجلي. انت طمني اول باول واذا قدرت حاكيني من غرفتها. طيب ابو حمدي روح الله يكون معها يا رب الله يعافيا. خير بابا شو عمتي؟ عمتكم وقعت من وش الصبح واخذ ابو حمدي على المستشفى وقال ظهر عم يوجع. الله يستر انا قلبي ناقزني من الصبح. شفتوا يا افنديه ما بكون يعني الزواج. هلا مين بده يخدمنا؟ هي عمتكم وقعت. بسيطه ابي بسيطه روق راح اخذك على فطور انا جيب ريش. تركني مالي نفس اكل انا برو لحالي. انتوا افطروا وروحوا على مدارسكم. شفت هي رجع لأصل الجواز. لك هي شباك ما بتسمعني؟ معك بس عم فكر لازم لنا حدا يزبط لنا البيت ويطبخ اليوم. ايه الله وإيدك يا حواليك تركوه علي لشوف. خير شو في؟ شو هالجمعة؟ ها؟ ليش ما طلعتوا فطرتوا ها؟ زعلانين على عمته بابا. ربحي عطيني هالمريول. لا شو بدي انضرب على قلبي واطبخ لكم اليوم. اوه خلي ابوك يشتغل. رجله مكسورة وعصة مفقوس وعمتي بالمستشفى عم تولوه. معلش بابا حبيبي انت خليك قاعد ومرتاح. يعني انا اليوم راح احكي مع خديجة مشان تجي بتطبخ لنا وبتنظف لنا البيت. مين هاي خديجة؟ خديجة مرة بتاخذ ضبانات العقل نغشة وظريفة يا لطيف. بتشتغل عند رفيقي وسام بالبيت تطبخ لهم تنفخ لهم تجدي لهم الى اخره. انا اليوم بس روح المدرسة بابا بقول له مشان دق لها وتجي لعنا. بابا صح نسيت اقول لك يعني بعد اذنك انا اليوم معزوم على الغداء عند رفيقي بسام دكتور. على سيفه خود نفس رخي قطاطا. عرفته نسيت الصبان. العمل لله. لي مين؟ أنا خديجة بعتني عند منك ابنك صبحي.
يا علقة طاطا ليش دخلت لفتحت الباب؟ يا علقة أمتي لا تأخذني أخي الله وكيلك ما افتكرتك مكسور. تفضلي أختي تفضلي تفضلي. وهي حأدخل برجلي اليمين. يا دخيلك لا تأخذني يا أخي داخل عندك حفيانة شنو في قدام باب بنايتكم طابوس الطين دعست فيها عم توسخت اندرتي شوف حطيتها بالكيس مشان يي دستور. دفرتن على المدرسة هلا بتتأخروا. يا فارط الطحين اه يا مي من تحت تمن من هون المطبخ اختي من هون على ايدك شمال. ايه بعرف بعرف يعني قامتي قصدي لك انه داخله كثير على بيوت مثل بيوتك بعرف انه هون المطبخ بعرف انه هنيك غرف النوم. هيك مطبخكم قايم قاعد على عيوني بعدين السفرة ليش ما نكون لامينا؟ المرأة قصدي أختي اللي كان عم تعيش فينا اليوم وقعت على ظهرها. على عيونها يو إن شاء الله ريته ظهري ولا ظهرها يا أخي. أخي الله يخليك إذا بتريد يا ريت تهوينا شنو أنا ما بحب يكون في رجال بالمطبخ أنا عم بشتغل لأنه متعودة شمر. راحتك أختي راح أطلع راح أطلع بس من بعد ما تنظفي المطبخ وبترتبيه بدك تطبخين لها. يا بعرف بعرف لك اخي قصدي يعني ابنك صبحي الله يخلي لك يا قال لي شو لازم قفت لك اخذك على غرفتك. طيب ما بدك تعرفي بدك تطبخين لها؟ ايوه ايه بدها الزكاة بروح على البراد بشوف شو في. ما شاء الله خير الله كثير عندكم بعمل لك اياها مفاجاه اخي. ايه ماشي الحال انا رايح على غرفتي من هون من هون غرفتي على ايدك الشمال هيك. بعرف بعرف قصدي ما قلت لك اني فايت على بيوت كثير مثل بيوتك وبعرف تماما وين اوضه النوم خليني اخذك وارفعك وحطك على تختك. لا 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 انا بحط حالي بس انت ديري بالك على البيت. لا ايوه شو هالكلام عن جد انا امينه ما قلت لك بعدين ابنك صبحي يا لطيف سمري مري سمري مري سمري مري رايح جاي لعند مني استاذ عزمي الله يخليه خليني ارفعك وحطك على تختك. لك لا انا بحط حالي ما بكرهك ريحة النسوان يا عزمي ما بيكون اسمي صبحي. فاصولية هدولي زبطناهم بس هاي شلون نزبطها؟ يلا نقعد على سيفنا. ألو مرحبا الحايك شلونك اخي عندكم فاصوليا خضراء اي كثير منيح الله يخليك بدنا تبعث لنا 7 وجبات اي غيره اي سلطه بس وينها الله يخليك ما عندك غير وجبه اخي ماشي نحن مدبر حالنا ولا يهمك بدي اياهم تقريبا الساعه 12 ونص اي بس اذا سمحت انا ما حقدر اجي اخذهم بدي اياك تبعث لي اياهم انت من عندك بعرف 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 يا حبيبي بعرف ما بتدو طلبات بس انا ما في غير الرجال بالبيت بعدين انا بعيد عنك عاجز ايه نقول عنوان شلون ايه اذا في شوربه بعد كمان كتر خيرك ايه نقول عنوان اخذوه على التصوير إيه لا ان شاء الله يكون ما فيها شيء يطول باق صهري شباب ايه قامت راح تمشي على التصوير الى الحمد لله لو كان فيها شيء ما كانت قامت شوية وجع مو مشكلة يا صهري هاي وقعة وقت كبير صعب كتير
يعني بدك اياها بدون وجع؟ هي بسيطة، سلم لي عليها كتير صهري وقل له لو رجلي ما فيها شيء كنت جيت. عليها العافية إن شاء الله. ايرورو روح صهري روح، بس تطلع نتيجة التصوير ابقى خبرني. ها امتى؟ قبل بشوي. ايه مرن عنا؟ لا 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 لا، ما كان حدا عم يحكي ابدا ابدا. ليكون توها صهري ايه كنت تحكي على التليفون الثاني. ايه بسيطة. ايه صهري لا تنسى حكيني. ها شو هو ما كملت تخت؟ شو هو ما خبرتيني شو بدها تطبخي؟ قلت لحالي انت اسالك شو عم تطبخي؟ العيد براد بالفاصوليه قلت اطبخها. ايه منيح الاولاد بيحبوها كثير. ايه بعرف انه اولاد بعرف انه اولادك بيحبوا، قصدي بعرف انه كل الاولاد بيحبوها. يا ريت صبحي معنا على الغدا. بحب الفاصوليه كثير. قال عم تغدى عند رفيقه. يا لطافة. ليش هيك عم تطلع فيني يا اخي؟ لتكون مستشبه علي؟ لا لا معناتها زبطي. شو هاي؟ طبخة زبطي. اخي انا كمان بتمنى يكون صبحي معنا، بس الي عندك طلب صغير الله يخلي لي اياك، بتمنى ما تبرخني. يا ريت تفوت على اوضتك وما عاد تطلع منه، لاني بدي امسح ولما انا بمسح بظلط. وليش؟ إذا ما بكرهك النسوان يا عزمي ما بيكون اسمي صبحي. خليك بأوضتك أحسن، بس أخلص صف ونسح وكناسة بتطلع لبرا. بعدين إذا خايف على الأغراض اطمن أخي، السيد صبحي بيعرف بيتي والأمان بالله. بتريد شي؟ لتختي ما عم خونك، شي ما عم بوجوههم، بس يعني بدك اعتزل شي؟ ما في مجال منوب، ما في طلعة غير على البيبي، إذا بدك تروح على البيبي دق لي الباب، إيه حبيبي؟ أهلين أبو حمدي. لا تقلي اتصلت قبل هلا، بزعل منك. ها ايوه ايه طمني أبو حمدي، شو طلع بالصورة؟ لسه ما طلعت عم تستنوها؟ ايه أبو حمدي شلونها شكرية؟ قاعدة هي والدكتورة مع بعضهم لحالهم؟ قلت لي قاعدة؟ يعني ما بها شيء؟ ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا 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 تجي اليوم، خليها ترتاح. حاكم في عنا وحده جابها صبحي عم تطبخ لنا اليوم. ايه حلوه حلوه بس شرسه. ايه والله قافلي علي باب الغرفه، قصدي انا قاعد بالغرفه لحالي. ايه كمان لا تخليها تشتغل بالبيت. بعرف اختي وبعرفها ما بتقدر تقعد بدون شغل. يا ابو حمدي امتى رح تطلعوا على البيت؟ لا تطلع الصوره. ايه على خير على خير ان شاء الله. ايه مالي مستعجل يا ابو حمدي،
افتكرتك انت اللي مستعجل. احكي صاري احكي ولو احكي. يا لطيف هي اضرب الغسل والمسح والكنس والشطف عضلت رجلي العمى والله تعالي يا شغلي وسهلي الله يعين النسوان ما احلى الدراسة. ايه شو هالقطافة والزرافة والنظافة والريحة بتاخد العقل يا صبحي ان شاء الله بتمسك الرمل بيقلب ذهب وإلهي بيبعت لك وحدة حلوة مثل حكايتي. قولي الرب يصل الغدا. عم تحكي على التليفون يا عزمي؟ شو عليه؟ ما بيكون اسمي صبحي اذا ما بكرهك ريحة النسوان. يا اخي عزمي شو نمت؟ لا عم بحكي على التليفون، ليش في شيء؟ لا بس بدي ادخل لعندك شوي بس اذا ما تظلت دير على سيفك. فوتي اختي فوتي. يو لك اخي يا على هالشي لك ما قلت لك على سيفك لك اخي ليش هيك عم تعمل فيني؟ على قامتا يو حاخذ كرسي وروح اغسل لك اياه شوي برا. لحظة ابو حمدي لحظة. الكرسي نظيف. انا ما بحب اترك شي بلا ما انظفه، لا تتدخل بشغلي. رجعت قفلتي الباب؟ ايه اخي ايه قفلته وبعرفك بدك تطلع وتبصبس علي. عيب عليك شو بصبس وما بصبس؟ اخي بدك تعمل بيبي؟ لا خلص خليك عندها. قولي صارت 12 ونص على عيونكم على عيونكم. اللي ما عدنا بينا نغير في الكالة. اقبرني الله على هالليلة. شوفي يا اخي شوفي هون بيت عزمي. اي هون بيت عزمي. ليش عم تعلي صوتك؟ اللي بيسمعوك الجيران. انا لحالي بالبيت. الا فوت لك ياهو لك يا ابنيك بحمى الهي على هالمنظر. حطهم بحرجي ابو عمس الصافي. قديش حق انا ده؟ 950 ليرة ليك الفاتورة مخروزة. سال هاي 1000 ورقة بدي معها 50 زكاتك رجع لي اياها على عدي. لا دور مني. يلا خلي لك ياهم بخشيش حبيبي. الله معك. ده كل ما عدت بينا بيغير بالكلام. عايز اربي حالا. عزاي ونسوان لك وهذا مكسورة رجله هيك. لو كان صاق شو بيساوي؟ Thank you.
عيونكم. الله يرحمك يا أمي، قديش كانت مرتش لك صغيرة. جابها صبحي قال خايفة على حالها قفلت علي الباب. وين الكرسي تبعك؟ اخذته قال بتنطفه. روفت هي رجب لي اياه، بس قبل ما ادخل على المطبخ نقر الباب لتكون مكشفة، بعدين بتقول لك بنعر على عيونك. ولك ربحي لك هيئتها مضايفية وامينة، اذا اجتها مو غالية رح خليها تيجي لعنا بالاسبوع يومين ثلاثة، بركي من رايحة عمته. أنا. من أنت؟ أنا فتوح. طب طب يا أنت رجعت حبيبي، دخلت تأخذتي. خذ نفس ارخي، كمان خذ نفس ارخي. ذكرت شي يعني؟ هاتلك بوسة. ايه ما قلت لي شو بدك؟ كرسي بابا. كرسي بابا؟ ايه لحظة شوي. تفضل حبيبي. ذكرني شو كان اسمها؟ فتحي. كمان طز. ظابطه. يلا يا اولاد روحوا غيروا اواعيكم والحقوني على الغدا لشوف طبخه شلون. لا تاخروا. شلون شفت حلوة؟ ما شفت شي منها، كلها أسود بأسود. يا عيني عليك يا صبوح، يا هيك النسوان يا بلا. بس بتقول طف؟ أوه يا حبشوم. يا صحة وهنا إلهي، إن شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يوقف يعمر ويبني. لك أختي عدكني معنا. يشتب إيديك على هالفاصولية الظريفة. ولا شوربة العدس بتطير العقل، بحياتي ما دقت منها غير عند الحايك. وانا حبيتها كثير. لك اختي عادي طباخ السم بدوء منه، ايه ما بصير هيك. لا اخي انا حالفه ما اقعد مع رجال الا مع زوزي على الاكل، باكله ان شاء الله صحه وهنا. بس كمل حالك صحن وكلي على طرف. ايه ايه هلا لا تخلصوا انا باكل، كله ان شاء الله صحه وهنا. على قلبك يا خالي، ما قدرت اطفي من هالاكل ابدا. بس مقلل اللحمه ما؟ إيه أنا ما بحب كتر لحمة حرام. رح حط لكم إبريق الشاي على النار. كأنك بتعرفي عاداتنا. وأنا عم بقول هيك كأنك عايشة معنا. بابا مو كأنه ماما كان عندها شحاطة مثل هاي. الله يرحمك يا أم صبحي. يي يي
عيش. لا يو شو كم بدي اقول يا اخي، انا هاي جايبتها شحاطة من ناح سوق الخيل من الزرابلية. دايتين بكون الشاي جاهز يا على عيوني. لك اختي مو حلوة هيك تروحي بدون ما تاكلي. معلش يا اخي معلش، مرة تانية ان شاء الله تأخرت اللي بيكون زوزي محرقاص. ايه امريني اختي قديش بدك؟ 50 ورقة. ليش هيك مستغربين عم طلعوا ببعض؟ اخي حاكم انا عم بشتغل بالبيوت ندر من يوم ما ربي طعمني هالصبي، سميته فتحي. بلشوا اسمك بيقول لي فتحي بقلو طز. الله يخلي لك يا، بس يعني مو قليل. اخي ليش انت هيك حشري؟ انا هيك رضيانه. ايه مثل ما بدك اختي. اختي يعني اذا بالامكان بردي عندنا بالاسبوع يومين ثلاثه يكتر خيرك، بس تختي مثل العالم. ها ان شاء الله اخي ان شاء الله. انت على كل حال بعت ابنك صبحي لعندي، هو بيعرف البيت حاكم سري مري رايح لعندي ونشيط ما شاء الله. يا ريته كان هون، بس معزوم على الغدا. حاكم هو بيحب الفاصوليه كثير. شوف اخي هيك بس فاضي ما في شيء، واذا بدك تنبشني تنبشني. روحي اختي الله يستر عليك، روحي خدي هي ال50 ليرة. قوم يا بدي قوم قوم وصلها على الباب. لا يمين بعظم ما حدا بيقوم من محله. بس ما تعرفت على اسمها؟ ربحي وحضرتان. ما حقول لك فتحي. ايه تصحى. مرحبا شباب. اهلين. حماتك ما بتحبك راحت علي اكله؟ اوه بتطير العقل والله. وانا اكلت لكم اكله فاصوليه خضراء طير العقل. وشوربه من عند الحايك. اخ اخ يا ظهري اخ. اهلا عمتي. الله يسلمك. اه يا عمتي الله يسلمك الله لا يوجعك. الهي شبك يا عمتي؟ من الدرجه والله من المسلم. افتح لعمك ابو حمدي افتح نسيته. الله يعينكم يا عمتي. شو بدنا نعمل يا عمتي؟ الله يعين نسوان كلها. روح روح الله لا يدوقك اللي دقنا. روح. لك اختي شو اللي جابك؟ مو لازم تفتحي. قلت لها وصبحي انا قلت لها ما رضيت الا تجي لعندكم. لك اخي ما فيني شيء ما فيني شيء. ليك طلعت الصوره والحمد لله قالوا لي ظهرك ما في شيء، بس عندي العصم مردود شويه. كل الحق عليك يا ابو حمدي. هذا يا سيدي صهرك فاق بالليل جوعان ولايه، فتح البراد لا قدامه الموز، طالع كم موزه قشرهم واكلهم وبدون ما ينتبه وقعت اشرب الارض. امتى الصبح انا مالي منتبه انا الثانيه، ورحت دعست عليها وندبيت لك هديك الدبه يا اخي. مرحبا قردش صرنا اثنين. لك اخي مو هذا المهم، المهم انه هلا جايبت لك اخبار حلوه. رح افتح. تعال انا بفتح. ابو صبحي مروتها عاليه بعكسي تمام. يلا يخليكم لبعض. المهم الحمد لله انه ما طلع معه شيء، مو مثلي انا لما شاف صوره الدكتور قال يا لطيف يا لطيف. لك من انو طابع وانت بالسابع من الثامن؟ الله لا يربيك يا ابو حمدي. وقع وقع. اخ يا ظهري. اه يا عصي. اه عصي مردود عم يجاني. اخي في واحد قرصون جاي من مطعم الحايك قال غلطان معكم بالحساب، بده 200 ليره حق الفاصوليا والشوربه يلي اخذته الحرمه العاجزه. ويا ابو العقاله المرعيس شعر راشي بوثي مالي خيو يا بنت قولي لم. استاذ عزمي اخذك حطك على تختك. لا انا بحط حالي. وجع.
سفرة وقلة واجب وعشقة ولا بكي وقلة زوق 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 كترة غلبة يا ويلي 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 يا ويلي مل عيلي مل عيلي مل عيلي يا ويلي Melody.